السلام عليكم. بليس ميكر ده أداة بتدخل المكان اللي احنا عايزينه جوه السكتش اب وجوه الريفت. طيب انا هو عندي نسخة تجريبية، فخليني اجربها معاكم دلوقتي. تمام اهوت، ده المشروع اهوت اللي جاي مع الريفت، وهقول له سيلكت بليس، وعندنا الخريطة نقدر نختار أي مكان احنا عايزينه. وعندنا دي الحدود، فممكن أقول له select area ونختار أي مكان. وتقول له امبورت اريا، وموجود المبنى بتاعنا، نقدر نعمل موف للشكل بحيث ان احنا نوصلها، مفيش مشكلة. دلوقتي ممكن اقول له ان انا عايز اعمل امبورت للتضاريس. تمام سيف اند امبورت، ونعمل امبورت للروتس. المفروض كان سهل يحط هو زرار واحد ونختار احنا ايه الحاجات اللي احنا عايزين نعمل لها امبورت. المنطقة ده مش مشروع حقيقي، فهقول له كنسل. انما لو مشروع حقيقي وبالحجم دوت والمقابل مادي صغير، كان ممكن واحد فعلا يدفع على اساس ان هو يستفاد من المزايا. هو على فكره بيقرا من الاوبن ستريت ماب. ان شاء الله نلاقي لكم طرق تكون مجانيه تماما لاستيراد الاوبن ستريت ماب جوه البرامج البيم كلها ان شاء الله.